تشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكه اقبالا لافتا ومتواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن اطار الحمله الوطنيه للتطعيم. نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الاربعاء. أكثر من مليون ومائتين وسبعة وعشرين ألف شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومائتين وسبعة وتسعين ألف شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من تسعمائة وخمسين ألف شخص.